وكوك الشعب وكوك الشعب وكوك الشعب عين عين عين. انا بعدا طاب ليا قلبي، انا بعدا عييت، انا بعدا عييت. السلام عليكم بعدا، وسمحوا لي دخل عليكم هاد الدخله، سمحوا عليا وسمحوا لي حيت هاد الفيديوهات ما بقى عندك القنا، حقا بقى عندي القنا، لا ندير ميناج لا نطيب لا حتى شي حاجه، ما نكتبش عليكم. انا نتحاب من الاصل ما عنديش القنا، وكملت من هاد الشيء اللي واقع. هاد الشيء راه كيخلع، هاد الشيء راه ما كيخليكش تنعسي. هاد الشيء فقط على الصباح، فقط على واحد شي فيديوهات كيسيركولو في الانستغرام بلي الناس خارجين داير المظاهره. علاش المظاهره ما عرفتش، وكيقولوا فيها الله اكبر، المهم كيقولوا فيها شي حاجه بحال هكا. دخلنا دابا حنا بعيده على الدين وبعيده على كل شيء، دخلنا عليكم بالله. تي لا كونسيونس ها لا كونسيونس. واش هاد الناس واش عندهم شي عقل ولا شي ضمير ولا شي حاجه؟ الضمير ما كاينش، العقل ما كاينش، الجهل كاين موجود، الجهل عطى الله بان الواحد يخرج في هاد لي كونسيكونس وهاد الشيء اللي وقع دابا. بعد هاد الفيديو بغيتكم تبارطاجيوها العرب البنات، الا ما تبارطاجيو هاد الفيديو بارطاجيوه لو ماكسيموم، واتساب انستغرام ما عرفتش انايا في الفيسبوك فين ما عجبكم بارطاجيوه. والله يرحم لكم الوالدين، وها الحر عندنا والدينا. راه حنا كنا متوقعين، كنا متوقعين وكنا ناويين باننا الا جلسنا 15 يوم ولا 14 يوم في الحجر الصحي ان شاء الله الناس غيكونوا غي المسؤول الاطباء ديالنا غنعرفوا الناس اللي مرض من ديورهم باش نقدروا نعالجوهم باش توقف هذا المرض عندنا، باش ما يكونش عندنا مثل هذا المرض. هادشي اش كنا حادث، شاش كنا محبوسين في الحجر الصحي وجالسين كنتسناو زعما. واحد شويه بين ليله وضحاها لقاو الناس خارجين، قال لك كيديروا مانيفيستاسيون. واش المانيفيستاسيون ما تقدرش تسنى؟ علاش ما كان كاع علاش ما كنتو كاع دايرين اضراب، ولا علاش ما شي حاجه كنت داير؟ هذيك الحاجه راه كنت غادي تسنى، وراه ولا تلقوا بانفسكم الى التهلك. هادشي راه كيتسمى راه عيب، هادشي راه فات الدين، هادشي راه ما بقاش، هادشي راه ما بقاش دين، هادشي راه فات الدين لديك الجهه. الله قال لك الا كانت فيك، الا كانت فيك، الا كنتي باغ اكزومبل، الا كنتي غير كنتي واكل الثومه ولا شي حاجه بحال هكا، وما تمشيش للجامع باش ما تضرونجيش الناس اللي معاك في الجامع، مش مشلي حتى ما ديرونجيهم. ما حسك الا كنتي في كاين وباء، كاين عيب الله وباء، واش كتعرفوا شنو هو الوباء؟ راه الوباء ومذكور في القران، كاين وباء خصو راه ما تخلطوش ما بين الدين وما بين المرض، ما تخلطوش. قالت لكم الدوله وقالوا لكم نصحوكم، قالت لكم وزاره الصحه، قالت لكم ما عرفتش، قال لكم الاطباء، كلشي كيقول لكم الحاله ديال المغرب لا يسمح بها اننا عندنا 250 سرير، وحنا واش حنا 40 اوني 40 مليون كومي اوني كومي دو بيرسون سور الماروك 40 ولا 45؟ واش حنا 40 ولا 40 مليون نسمه في المغرب و 250 سنه؟ واش عندكم واحد شويه لو كونسيونس ديال هادشي اللي كديروا؟ الناس الناس الله يهديكم، الناس هادشي اللي كديروا فيه راه عيب، راه حشومه، راه حرام، راه لا دين ولا مله ولا حتى قران ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم ديروا هادشي، ما قال لكمش خرجوا للزنقه وبقاو قولوا الله اكبر. واش تعرفوا شي واحد فيكم، واحد منكم الا كان في هذاك الحشد كله، واحد منكم مريض واش يمرض داك الحشد كله؟ واش كتعرفوا بلي كيتنقل ماشي الدفال، اي سابيل كومون سا 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 سي با لا ساليب اكوا البوستيون، لا البوستيون عرفت شنو بالعربيه البوستيون، كيتنقل غير بالبوستيون ديال داك داك فاش كتهضري كطير شي حاجه من الفم ديالنا. واش البنات متوقعين الخطر ديال هادشي اللي وقع؟ راه اون فوا راه ما غاديش تبقى، هما عندهم الريزيرف ديال 4 شهور ديال الماكله. ولكن الوباء حنا ما عرفناش انت غادي يمشي وياك هذيك 4 شهور، واش تمجي معايا الى الوباء بقى 4 شهور وما ما ما ما, ما مشاش؟ شنو غادي يوقع؟ شنو غادي ناكلو؟ شنو المصانع سدو؟ واش داكشي سد اللي بقى في الخزان؟ والناس واش كتعرفوا الخطر ديال هادشي اللي كدير ولا ما كتعرفوش الخطر ديالو؟ واش واعيين شويه؟ واش انت شاب، انت ما مريضش، انت ما يوقع عليك، انت سيدي واعر، انت عندك المناعه، انت ما كطيحش، انت ما كتمرضش، انت سوبرمان، انت باتمان ما كتمرضش. واش عارف امك ولا باك اللي مرض وكبر في العمر؟ واش عارف ولد اختك ولا خوك الصغير الى ما عندوش المناعه؟ فكروا في الناس ديابيتيك كي زون دي بروبليم سانتي سي دانجور، فكروا في الناس اللي مراد فيهم السكر وفيهم القيل الكحله. ما تفكروش غير في روسكم خارجين تقولوا الله اكبر الله، هي الله اكبر، هي الله اكبر، قولها في دارك وقول الله اكبر، دير صلايتك وقول الله اكبر، طلع فوق السطح ديالك وقول الله اكبر، شد التليفون شعل الشمعه وقول الله اكبر، بقى قول الله اكبر من حتى الغد ليه. ولكن ما ديروش هذه الحاله وتخرجوا جماعيا للزنقه، والدوله دايره ما فيها ذهب.
كتقول لكم دخلوا بقوا في بيوتكم، الناس معاونين، الناس كلشي، الناس كلشي كيخرج، كلشي كيخرج باش يعاون، باش الناس يبقوا في ديورهم، كيعاونوا الفقراء، كيجيبوا لهم القفه حتى للدار. نعم اولدي، الناس دايما في جهدهم وكيحاولوا يعاونوا الفقراء ويحاولوا يدوا لهم مقديه ويحاولوا يوصلوا للناس، والدوله دايره ما في جهدها وكتحاول توعي الناس ودارت الحجر الصحي قبل الوقت ودايره اللي في جهدها، وفي الاخر يجي واحد يدير لهم دوك الالاعب الخبيثه، جاو خرجوا للزنقه ونقولوا الله اكبر الله اكبر. انا ما فهمتش اش غادي تستافدوا من هذيك الله اكبر، والله اكبر في سطحكم، ضمن مع جارك في سطحكم، ضمن مع جارك شري المقديه، انا الا كنعرف بغيت الضمن بصح والضمن مع جارك وتجيب لي المقديه حتى للدار ديالو اللي ما فحالوش، باش تخرجوا للزنقه وتقول يا الله اكبر الله اكبر، داين حاله وحشومه راه عيب، خلونا راه باغيين نعيش ما بغيناش نمرضوا حنايا، يعني انتم بغيتوا تمرضوا مرضوا بوحدكم. هادشي راه هادشي اللي كديروا فيه هادشي راه اكثر من الارهاب، هادشي راه فات الارهاب لديك الجهه، هادشي راه قال الارهاب ما عرفتي والو، هادشي اللي كديروا فيه هادشي راه ارهاب، هادشي حيت كتحاول تقتل خوك المسلم، هادشي راه اكثر من الارهاب اللي كديروا فيه. اتقوا الله وراجعوا ضميركم، رجعوا الضمير ديالكم، واش هادشي اللي كديروا فيه نورمال ولا ماشي نورمال؟ راه ما يمكنش، راه امبوسيبل، هادشي اللي كديروا راه حشومه، راه عيب، راه حرام، راه حرام، لا الدين ما يبغيش هادشي، ما يبغيش الدين ديالنا. حنا كنحاولوا نحبسوا المرض، واحد الوباء جا وحنا كنحاولوا نحبسوه، وانتم جالسين كتحاولوا تنشروا فيه، حنا جالسين في ديورنا محبوسين، ما كنخرجوش وملتزمين بالاوامر وما كنديروا حتى شي حاجه من هادشي اللي حشومه، حشومه، عيب، عيب، حشومه، والله حتى حشومه وعيب، وحق الله قتلتونا، هلكتونا، تعديتوا علينا. فكروا شويه في الناس، الناس مساكن، فكروا بحالي انا، فكروا بخصكم حامله، فكروا فكروا، خصكم يكون عندكم شويه ديال الضمير، الضمير ديالكم راه ما عندكمش، ما خدامش، خص الضمير يكون حشومه. وهاد الامهات ما بين المشكله، كون كانوا دراري غادي نقول دراري وما عقلهمش، باقي عقلهم صغير. المشكله كاينين الامهات بولادهم، يا دي فام افيك لو انفون، اي بورت لو انفون. واش هاد الامهات ما عندهمش ضمير؟ واش هاد الامهات ما ولادهم ما عندهمش الكونس، ما بغاوش يمرضوا؟ هاد الامهات فيكم الامهات، راه نتوما زعما هما، نتوما هما الجيل، نتوما هما اللي كتوعوا ولادكم، نتوما اللي خرجتو مصدقين مخرجين ولادكم، هزاش دم داك البيبي اللي هزاه في يدك ومخرجاه معاك للزنقه يدير المظاهره، خليه في الدار، علاش شنو الذنب ديالو تهزاه؟ شكا عليك؟ شنو الذنب ديالو داك البيبي؟ شنو؟ شنو مسكين الذنب ديالو؟ ما يعرف يهضر، ما عرفش شنو هو كاع كورونا، مسكين هزاه في الزنقه ومشى لبدا به، وتقول لك الله اكبر غادي نتحرر فلسطين، الله اكبر، حشومه، هادشي اللي كديروا فيه حشومه. باغي تقتلوا روسكم، غتقتلنا حنا، غتقتلوا روسكم بوحدكم ماشي مشكل، ولكن غتقتلونا حتى حنا معاكم، حشومه. حنا كنحاولوا نقللوا من الوباء، هذا كيدل على انكم انانيين، كتفكروا في راسكم انانيين، وكتفكروا في راسكم بوحدكم، لانكم خارجين للزنقه وتقولوا الله اكبر. هادشي ماشي وقت الله اكبر، بغيتي تقول الله اكبر قولها في دارك، جلس في دارك وقول الله اكبر، وصلي وطلب الله وقرا القران ولا صدق، ماشي خارج الزنقه وكتقول الله اكبر. هذا دليل الانانيه ديالكم، انانيين، انانيين، وتمرضوا انانيين، وتمرضوا تمرضوا معكم الشعب، لكن غتمرضوا بوحدكم، ايه غتمرضوا نتوما وغتمرضوا معكم الناس حتى هما اللي ما بدنهم والو، ما داروا شيء. حنا جالسين في ديورنا، جينا المرضى تاع عندنا، ما بقينا نقدروا، حنا كنا كنخرجوا نتقدم، ما بقينا نقدروا نخرجوا نتقدم، ما بقوش نقدروا نخرجوا، بغيتوا تقتلونا قبل الوقت. انا ما عرفتش كي دار فيكم هذه الفتنه، ولكن اللي دار هذه الفتنه انا متاكده ان البوليس غادي يلقاه وغادي يمشي يتربى فيها، حيت هذا الشيء ماشي نورمال وماشي وحرام وعيب ولا دين ولا ما كتفكروش فينا ياك، ما كتفكروش والديكم ياك، ما كتفكروش ولادكم. هذا الوباء الا بقى مستمر مستمر مستمر، شنو غادي ناكلو؟ فين غادي نمشيو؟ شكون اللي عاد يعالجنا؟ عارفين السبيطارات ديالنا كيفاش دايرين؟ عارفين ما عندناش السبيطارات تاعنا تاع المغرب، ما قادينش على هذا الشعب كله، حنا راه ربع، حنا راه 40 مليون نسمه كاينه في المغرب، راه ما يمكنش السبيطار يهزها. ايطاليا وما قداتش عليها، الصين وما قداتش عليها، فرنسا وما قداتش عليها، ايطاليا فرنسا اسبانيا ils ont du mal à soigner les gens alors imagine au Maroc imagine هما ما قدوش عليها. طاليان استسلمت، طاليان طلبات، قالت خلات داكشي ما بين ايد الله، استسلمت، ما عندها ما دير، صافي هزت تاعيات وما بقاش، ما بقاش، قالت هزت الرايه البيضاء. طاليان اللي عندها، اللي كيقولوا بانها عندها احسن الاطباء واحسن اوبيتال واحسن ماتريال، طاليان طاليان وهزت يديها وقالت وانتم يا الشعب المغربي اشنو عندكم؟ وهزيتوا يديكم وهازين يديكم وخارجين الزنقه، الله اكبر، شنو عندكم؟ عندكم الله،
عندكم الله والله طلبوه في الخفاء. الله راه ما بينه وبينه حتى شي حاجه. الله الله الا غادي تطلبيه راه ما غاديش تخرجي حتى للزنقه باش يشوفك. راه الله كيشوف واخا تكوني تحت الارض كيسمعك الله وكيشوفك. واخا لك انت تحت الارض ماشي مضطره انك تخرجي للزنقه وتقول الله اكبر. قول الله اكبر من كاين الواتساب، قولوها في الواتساب، ديروا اجتماع في الواتساب، هضروا ما بيناتكم في الواتساب وقولوا الله اكبر من الشرجم. ماشي ضروري انك تخرجي للزنقه وتقول كاين الشرجم، كاين لي بالكون، كاين حمله. حنا كنديروا حملات ومحنين راسنا ومعذبين راسنا وانا ممرضه حياتي يوميا كندير كنعاود في الانستغرام ونعاود في الانستغرام ونعاود في اليوتيوب. خليك في دارك خليك في دارك. والحمل مع الحمل ديالي مع التخلعت مع الاعصاب مع المرضى وعييت ونقول خليك في دارك وانا خصني نمشي عند الطبيبه وخليني خليك في دارك خليك في دارك. وانتم شنو ديروا تخرجوا للزنقه وتمرضوا وبغيتوا تمرضوا لينا الشعب محشومه شانكم. ما فكرتوش فيا انا وفي وحده اخرى اللي غادي تولد. فين غادي تولد ديك السيده مسكينه؟ السبيطار غادي يكون فيه الفيروس، الناس غادي يكونوا مرض. هاد السيده اللي هزه مسكينه بيبي بحالي انا ولا بحال وحده اخرى ولا اللي قربت تولد، انا نقول مازال بعيده، انا بتقي ليا مازال 6 شهور عاد نولد. هاد السيده اللي تكون عندها شهرها الاخرتنا غادي تولد ما حشمتوش. ها هاد السيده اللي غادي تولد ما غاديش تلقى امها حداها حيت ما تقدرش تشوف امها، حيت الفيروس كاين ما تقدرش تجي لها وحدها راجلها اللي غادي يقابلها. هاد السيده الا كانت بوحدها وعندها غير ولادها صغار وهي حامله ولا قدر الله مات راجلها ولا قدر الله ما عندهاش اللي قابلها ما تقدرش تشوف حتى امها. ما حشمتوش، ماشي حشومه عليكم، ما كتحشموش هادشي كديروا في الشارع. ما حشمتوش، ما حشومه عليكم، ما بقيناش فيكم، لا بقاش فيكم راسكم، بقاو فيكم والديكم، ما بقاش فيكم راسكم، بقاو فيكم عيالاتكم، بقاو فيكم ولادكم، بقاو فيكم ابواتكم، بقاو فيكم الشعب. بالرحمه الرحمه الرحمه، كاين شحال سميتها الرحمه، الله يهديكم الرحمه الرحمه، رحمونا الله يرحم لكم ويدير رحمونا، انا بعدا رحموني، انا بعدا رحموني، الله يرحم لكم ويدير رحموني. عندي الطبيبه، عندي الطبيبه نهار 25 في شهر، ما بغيتش نخرج حتى انا المريض، انا ما باغاش نمرض، انا عندي ولد باغي نربيه، عندي ام باغا نقابلها. حشومه عليكم في الخلف في الزنقه يديروا المظاهرات، المظاهرات تيدوز هادشي يديروا المظاهرات، حتى يبرى الشعب حتى يحيدوا هادشي يديروا المظاهرات، تخرج كدير المظاهرات في الصلاه الليل. انا ماشي انا من الدوله ندخلكم كلكم للحبس، انا من الدوله ندير اجراءات اخرى. اللي لقيتو في الزنقه بروسي ولا دخل طلع طلع في الفرقو، يلا طلع تركب تدوز الحبس واحد الشهر وفداك الحبس يدوز ليك المرض. نيت فداك الحبس نيت مزيان باش تمرض وتجلس تما ما كاينش اللي يداويك، واخا تمرض ما كاينش اللي يداويك. ملي بغيتي تمرض بغيتي تمرض يدخلوكم للحبس ومرضوا في الحبس وما تعالجوش بلا ما تمرضوش معاكم الشعب. نتوما باغي تمرضوا باغي تمرضوا معاكم الناس، ما حشومهش عليكم، الله ياخذ فيكم الحق، الله يتعدى عليكم. شحال نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وانا حامله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الله يتعدى عليكم والله ياخذ الحق وحسبي الله ونعم الوكيل. اي واحد كيخرج للزنقه اليوم جايه في الطريق، جايه في الطريق كنا في الطوموبيله وجايه في الطريق لداري، كيبانوا لي الناس صحاب اللي كيبيعوا الديتاي في الزنقه ونايتي بوغ تيغي دو لارجون. سي كوا لوندوا لا تيكيوين، الطريق ديال تيكيوين، دوك اللي كيبيعوا الديتاي باقيين قال لك واقفين في الكراس ديالهم ديال الزاج باقيين كيبيعوا الديتاي. واش ما حشمتوش؟ واش داك الديتاي باقي كيتباع هاد الوقت؟ وسير انا واش اخو كتقول لي ما عندناش فلوس بغينا نخرجوا نخدموا وناكل الخبز والماء، والخبز والماء واش عطيتو شنو هي الخبز واتاي؟ واي دار فيها يكون فيها الخبز واتاي؟ ما عندكش انت باش تشري الخبز واتاي. الخبز واتاي يلديز ونا با دارجون دو سورتير بور ترافايي، تا با دارجون اوكي تي مونج لو بان افيك دو تي وتعيشوا. باش كنا عايشين الناس في زمان اتاي والماء، اكل اتاي والماء، شرب اتاي والخبز وتعيش في دارك حتى تدوز هاد الازمه. كاينين المحسنين، عطى الله دخل الانستغرام، ما عندكش انستغرام ديال الانستغرام، عطى الله المحسنين في الانستغرام اللي كيصدقوا، عطى الله موجودين. البارطاجي كان، ما عندكش ما تكون بارطاجي كان، الناس يجوك تجيك المعاونه حتى للدار. ما ديروش ديك الحاله حشومه عليكم، تعديتوا علينا وخرجتوا علينا، الدوله دايره ما في الهدا وانتم خرجتوا علينا تعديتوا علينا. الله ياخذ فيكم الحق في هذا النهار، الله ياخذ فيكم. انا بعدا كنطلب من انا بعدا كنقول الله ياخذ فيكم الحق. واي واحد خرج ذاك النهار خرج البارح دار المانيفيستاسيون، اي واحد خرج الله يتعدى عليه، الله يتعدى عليه. لا عيالات لا رجال، لا عيالات رجال، الله حشومه عليكم، حشومه عليكم، تعديتوا علينا، حشومه عليكم. حنا كنحاولوا نقلصوا من هذا الشيء ونوعيوا في الناس، ولكن الجهل جهل. قال لك الا ما كاينش الوعي ما كاين والو. الجهل جهل جهل، وقلت ما يدار جهلتوا وما عندكمش ما تقدروش تقلتوا في الدار 15 يوم. صعيبه عليكم 15 يوم خلص عليكم. انا بغيت لكم، انا بغيت العسكر يخرج، انا بغيتهم يخرجوا العسكر وقفوا في البلاصه اللي خرج العصا يقتلوا ما عصا، عطوا العصا، عطوا الشعب العصا. حنا شعب ما كنمشوا ما كنعطوا الريحه الا
بالحكان، خصنا نتفركوا باش نعطوا ريحه. لذا لذا انا رسالتي، رسالتي للدوله المغربيه، خرجوا العسكر بوان فينال، والعصا اللي خارج برا العصا، والعصا ما غادي يمشي غير هكا، العصا ما توقفوش مع منن، العصا بوان فينال. والسلام عليكم، ونتمنى هذا الميس، نتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه، نتمنى فعلا تبارطاجيوه، حيت انا طالع ليا بزاف وما راضيش على الوضعيه الحقيقه، كافره على الوضعيه بمعنى الكلمه، طالع ليا بزاف بمعنى الكلمه، وما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش. الحل الوحيد ديالي هو اني ندير فيديو، وكلت فيكم الله، مراد ما خليتونا، ما عرفتش باش هاد المره ما باقيش واحد فيكم نسمع الدوله تقول ما دايره والو. المشكله هي المشكله ماشي من الدوله، المشكله في الشعب، دابا الشعب الوعي والجهل، الجهل، جاهلين جاهلين، اي واحد خرج في داك المظاهره جاهل 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 جاهل.